هذه الحكومة أول شيء اللي من الضروري أننا نتفق عليه، وما يمكنش شي واحد يجادل فيه. ستلاحظون أنني غنحاول نكون دقيق فيما أقوله. أول شيء الذي يتعين حنا بعد سنتين ونصف هي أن هذه حكومة اللي ما كديرش السياسة، يعني السياسة بالمفهوم ديال الديمقراطية والحريات وضعية الأحزاب وضعية الفضاء السياسي والقرارات. هادشي قولوا لي كاين شي وزير من هاد الوزراء منذ عامين ونص تكلم في هاد المواضيع، تكلم فيهم من رئيس الحكومة إلى باقي الوزراء. هذه مواضيع كيهربوا منها، ما باغينش يناقشوا. وضعية الديمقراطية وضعية الحريات وضعية المؤسسات المنتخبة والقضايا ديال الأحزاب والعمل ديالهم إلى غير ذلك، ما يخرج فقط هو واحد النوع ديال يعني المضي قدما بواحد الشكل اللي هو خطير، لأنه كنزيدو نغرقو الموجود، بمعنى حتى التقارير، بما لا يعني أن ما كاينش فساد في الفضاء السياسي، لكن لما كنتكلموا على الفضاء على الفساد وكأنه كيعني الفضاء السياسي فقط، وما كنتكلموش كما يجب على الفساد بالصيغة ديالو العامة اللي موجود في الإدارة وموجود في الإدارة الترابية وموجود في المؤسسات العمومية وموجود في مستويات مختلفة. فهناك تقارير سبحان الله العظيم، والإخوة الأعزاء ديال الصحافة بالطبع كيبدوا في ذلك، لأنهم عندما يجدون بأن هناك تقارير اللي كتمس المنتخبين، دابا شي منتخب من أصل ما يناهز 30,000 منتخب كاينين عدد منهم فاسدين، أنا معاكم كاين بزاف الفاسدين خاصة من بعد الانتخابات الأخيرة، بزاف كثروا الفاسدين وفتحوا الباب للفاسدين بواحد الشكل لا يتصور. والأغلبية الساحقة ديال الناس اللي اليوم كيسيروا لا موجودين في البرلمان ولا أنهم موجودين في مجالس منتخبة جهات أو أقاليم أو محليا، فعلا كاين فيهم الهضرة، لأنه من أجل الوصول إلى أهداف معينة الانتخابات الأخيرة استعملت فيها فلوس بشكل قوي باش نوصلوا لهذه النتيجة، وهذه النتيجة يتعين التنبيه إليها، لأنه بقدر ما سنغرق المؤسسات المنتخبة بعناصر فاسدة بقدر ما كنخرو الدولة المغربية، كنخروها. وغدا في 2026 إذا بقينا غاديين هكذا ونبهنا هذه الحكومة إلى هذه الأمور، قلنا لهم إياكم ثم إياكم، أنتم كتشوفوا القضايا الرائجة من المحاكم، احنا ولينا في التجارة في المخدرات وغير ذلك من الأمور، وهادشي راه غير ما هو ظاهر، أما الخفي الله أعلم فين وصل. فبالتالي إلا ولات عندنا الفضاء السياسي منخور بهذه الطريقة، ومنه غنشكلوا المجالس المنتخبة، ومنه غنشكلوا جماعة والمجلس الإقليمي والمجلس الجهوي والبرلمان، ومن البرلمان انطلاقا من الأغلبية غنشكلوا حكومة حذري حذري يتعين أننا نقول ناقص الأرض.